أهلا وسهلا بكم أصدقائي إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات الموقع الأول. في هذه الحلقة سوف نتعرف على طريقة إرسال برنامج الشير إت من جوال به برنامج الشير إت إلى جوال ليس به برنامج الشير إت، أو إرسال أي تطبيق أو أي صورة أو أي فيديو من هذا الجوال الذي به الشير إت إلى جوال آخر ليس به برنامج الشير إت. الطريقة بسيطة وسنتعرف عليها على الشكل التالي. بداية نذهب إلى برنامج الشير إت. سوف ننتقل إلى هذه المربعات الصغيرة التي في الزاوية فوق، نضغط عليها. هنالك كما نشاهد ثالث خيار اسمه مشاركة الويب، مشاركة الويب، نضغط عليه. بعد الضغط عليه سوف نشاهد هنا التطبيقات التي أريد إرسالها. مثلا أريد الآن أنا إرسال برنامج الشير إت نفسه إلى جوال آخر ليس به برنامج الشير إت. نختار برنامج الشير إت على سبيل المثال، ويمكنني اختيار تطبيقات أخرى أيضا، يمكنني اختيار تطبيقات أخرى، أنا لن أختار سوى برنامج الشير إت فقط. نضغط له إرسال. سنلاحظ أنه أنشأ نقطة اتصال باسم أبو عمير، وهي اسم الجهاز الذي أنا سميته به سابقا. أنشأ هذه نقطة الاتصال، وهو الآن يطلب مني أن أذهب إلى الجوال الثاني، وأقوم بإدخال هذا العنوان، الذي نشاهده تحت 192.168.3.4.1، نقطتين فوق بعضهما 2.9.9.9. إذن في الجوال الثاني سوف أتصل بنقطة ويرلس اسمها أبو عمير، وهي تأتي بدون باسورد تماما، وسوف أدخل إلى هذا العنوان في مستعرض الويب في الجوال الثاني. سوف أنتقل بالكاميرا إلى الجوال الثاني لتشاهدوا كيف سأنتقل إليها. أما بالنسبة للشير إت بأحدث إصدار، سوف تكون طريقة نقل الشير إت من هذا الجهاز الذي به البرنامج إلى جهاز آخر ليس به برنامج الشير إت على الطريقة التالية. نلاحظ هنا الشير إت بإصدار حديث، نلاحظ وجود زر لونه أبيض اسمه دعوة على رسمة شخص وبجانبه إشارة زائد. نضغط هذا الزر. نلاحظ أن هنالك طريقتين لإرسال برنامج الشير إت، إما عن طريق البلوتوث أو عن طريق نقطة الاتصال. البلوتوث طريقة بسيطة جدا ولكنها بطيئة، تقوم بتشغيل البلوتوث في الجهاز الآخر وتقول له يعني وتضع له إشارة مرئي للجميع، وتضغط هنا عبارة بلوتوث ومن ثم موافق، ومن ثم تحدد الجهاز الذي تريد إرسال البلوتوث إليه، لأنه شغال بها البلوتوث وسوف يرسل إليه الشير إت عن طريق البلوتوث. هذه الطريقة بطيئة يعني نوعا ما، لأنها يعني تأخذ من الوقت في إرسال البرنامج عن طريق البلوتوث. أما عن طريق نقطة اتصال هي نفسها مشاركة ويب، نقطة اتصال هي نفسها التي شرحناها ونشرحها الآن للاتصال عن طريق هذا الجوال، اتصال بنقطة اسمها كذا ووضع كلمة المرور واسمها كذا، ومن ثم الاتصال بالجوال ونقل البيانات بينهما. إذن هي نفسها ها هنا بالمربعات هذه، مشاركة ويب، بدء، إرسال الملف الذي نريد إرساله، مثلا تطبيقات دولينجو، مثلا إرسال، تمام، اطلب من أصدقائك الاتصال بنقطة كذا وكذا، كلمة مروري هكذا، وادخل إلى العنوان التالي. إذا هذه هي طريقة الإرسال من جوال به شير إت إلى جوال ليس به شير إت بطريقتين. الآن أصدقائي أنا عند الجوال الثاني، أقوم الآن بالاتصال بالشبكة المسماة أبو عمير والتي يبثها الجوال الأول الذي به الشير إت. تم التوصيل بهذه الشبكة وهو يقول لي أنه ليس هنالك بها انترنت. طيب، ليس لدي أي مشكل. الآن أنتقل إلى مستعرض الانترنت لأضع به العنوان الذي تكلمت عليه سابقا. إذا أضغط 192.168.1.2.9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 .
نلاحظ أنه انتقل مباشرة إلى داخل الجوال الأول الذي به الشير إت، وهو يقول لي هل تريد تنصيب الشير إت؟ ويقول لي أيضا أنت قد أرسلت من الجوال الأول برنامج الشير إت، هل تريد تحميله؟ نعم أريد تحميله. لو كنت قد أرسلت برامج أخرى لكان أظهرها لي في هذا المكان، فرضا لو أرسلت برنامج الواتساب لظهر هنا. تماما. إذا هذه هي الطريقة التي أستطيع أرسال بها أي تطبيق من جوال به شير إت إلى جوال ليس به الشير إت نهائيا. أقوم بتحميل هذه، يبدأ الآن التحميل. نلاحظ اكتمل التحميل، السرعة رهيبة طبعا. أصبح الآن الجوال الثاني به تطبيق الشير إت. هكذا أصدقائي قمنا بإرسال تطبيقات من جوال به شير إت إلى جوال آخر ليس به برنامج الشير إت، وليس تطبيقات فقط، يمكنني إرسال فيديوهات ويمكنني إرسال صور وما إلى هنالك. شكرا لكم أصدقائي لمتابعتكم، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة من حلقات الموقع الأول.